Hello everyone, hello my dear pupils, it's a new video. As you see in the title, كما شفتوا في العنوان, هذا فيديو هو موجه للسنوات الثانية متوسط, وين جبت لكم نموذج اللي رايح يكون للفصل الثاني إن شاء الله. So, تحت طلبكم, بس كاين بزاف, بعثوا لي في التعليقات, ميس سيلفو بلي درنا نموذج قبل الفروض. الوغ لبيت الطلب تاعكم وجبت لكم نموذج اللي نورمالمون يناسب كامل التلاميذ, لانه كامل راكم في سيكونس تاع مي اند ماي شوبينغ, يعني انا والتسوق. سو نروحوا للتست تاعنا ونبداو بالتكست تاعنا اللي هو اخترت لكم دايلوج. دايلوج اللي هو يعني كونفرسيشن, اللي هي حوار. سو الدايلوج تاعنا من خديجة and shopkeeper. خديجة and shopkeeper يعني اللي هي الخديجة هي الكلاينت ولا الكاستمر يعني الزبون, و shopkeeper ولا shop assistant هو صاحب المحل. So خديجة, good morning sir. shopkeeper, good morning madam. can I help you? يعني good morning, صباح الخير, نقدر كيش ما نقدر نعاونك. خديجة, yes please, I'd like a kilo of carrots. نحتاج كيلو من الجزر. 2 kilos of onions, يعني 2 كيلو من البصل. And half a kilo of cucumber, يعني ونحتاج نصف كيلو من الخيار. Please, shopkeeper. Okay, we have also fresh oranges and apples today. Do you want any? يعني قالها أنه عندنا البرتقال والتفاح, تحتاجي يعني نقدر نمدلك. خديجة, yes, I really need some. قلت له نعم, نحتاج بزاف, يعني نحتاج بعض منه. shopkeeper, fine, how much do you want? قال لها شحال تحتاجي. خديجة, 1 kilo of apples and 2 kilos of oranges please. is there any butter? قلت له نحتاج كيلو من التفاح وزوج كيلو من البرتقال. بعد سقسته, is there any butter? هل يوجد زبدة؟ shopkeeper, yes, look at the dairy product section. قالها شوفي لل يعني للجهة اللي محطوط فيها الحليب والمشتقات. خديجة, yes, I'll have it. shopkeeper, is that all madam? قالها اسكو هذا مكان مدام. خديجة, yes. So this is our dialogue and conversation between shopkeeper and خديجة. We go now to the reading comprehension with question number one ولا activity number one. So, I read the text and choose A, B or C. نحتاج نقرأ text ونقرأ ونختار A ولا B ولا C. The text is a dialogue. أسكو التكست تاعي هو dialogue. A letter, رسالة, or a paragraph. Paragraph. خديجة is at home. خديجة راهي في المنزل. Supermarket, سوق ولا المارشي. Restaurant, restaurant يعني مطعم. The text is كما نشوفو هو الدايلوج, يعني هو حوار. it means number A is the answer. خديجة is at supermarket, راهي في supermarket. خديجة راهي تشري. so B, I read the text and say true or false. يعني نقرأ التكست تاعي ونجاوب true ولا false. خديجة needs 2 kilos or 2 kilograms of cucumber. صح خديجة, اسكو احتاجت خديجة 2 كيلو من الكيوكمبر؟ نشوفو لهنا الإجابة تاعنا. 1.5 kilo of cucumber. No, تحتاج 1/2 kilo of cucumber. تحتاج 0.5 kilo من الخيار. Alors false. إجابة تاعنا هنا نقولوا إنها false. The shopkeeper has some fresh fruits. يعني shopkeeper قالها إنه عندنا fresh fruit. يعني عندنا فواكه طازجة. It's true. لأنه صحيحة هذه. خديجة doesn't buy butter. خديجة ما شرتش الزبدة. نشوفوا, قتلوا is there any butter؟ قالها yes. وبعد هي قتلوا yes I'll have tube, يعني رح ندي من بوات. so false, خديجة شرت, she doesn't buy, she buys, يعني اشترت. I read the text and list 4 things that خديجة buys. يعني أنا نقرأ التكست تاعي ونجبد من التكست 4 أشياء شريتهم خديجة. يعني خديجة عندها shopping list, عندها قائمة المشتريات ولا قائمة التسوق. راح نجيب احنا 4
حوايج شرتهم خديجة من التكست. أولا شرت كاروتس، أونيونز، كيوكمبر، and also apples, oranges, butter. هذو كامل شرتهم. حنا نختاروا برك ربع onions, carrots, cucumber and butter. I read the text and give opposite of can't. Opposite of can't هو can. يعني أستطيع. و hate الopposite تاعها هو like ولا love. Yeah, can, like or love. هنا the opposite. صح؟ We go to mastery of language now. نروح المastery of language. I write the right name under this. It's suitable picture. عندي هنايا دلاع ولا البطيخ، عندي هنايا عصير، عندي لهنايا لفت، وعندي خبز. تورنيب، تورنيب هو اللفت. منصحكم دائما شوفوا الليست تاع الخضر، الليست تاع الفواكه، شوفوا الليست تاع داير برودكتس اليوم الحليب ومشتقاته. نروحوا لهذا اسمه ووتر ميلون، هذا اسمه جيوس، جيوس اللي هو جو. هذا اسمه براد. Now I write watermelon here. Watermelon. So this is watermelon, juice, turnip, bread. نروح ال I use how much and how many. شوفوا how much و how many و some or any. كاين هنا يا هاد المراجعة لكم تشوفوا فيها اللي هنا تفوت قدامكم. هذا الفيديو فيه مراجعة شاملة وعامة فيها كلش على سيكونس تاع مي اند ماي شوبينغ ولا سيكونس نمبر 2، يعني راح نسيبو فيها بالتفصيل، راح نتلقاو فيها ان شاء الله هذا الشرح تاع هاد الدروس هاو ماتش هاو ميني وسام اند اني. يعني الى حبيتو تكون عندكم نظرة عامة شوفوا هاد المراجعة معنا. So Oranges are in the basket. هنا يمكن نقولوا how much و how many. How much هي نسألوا بها على الحاجة اللي ما تحسبش، اللي ما نقدرش نحسبها لو ما مدرتوها countable و uncountable. Uncountable هي حاجة لا تعد ولا ما تحسبش، كما sugar، كما rice، كما for example liquids يعني السوائل. وحاجة تتحسب كما مثلا oranges, apples، حوايج اللي نقدروا نحسبوهم 1 2 3 etc. So عندي لهنايا how much و how many. oranges عندي oranges، معناتها ندير how many لانه oranges نقدر نحسبها، وعندي هنا sugar ندير how much لانه sugar ما نقدرش نحسب بالحبة. So على بها نقولوا how much و how many. نروحوا درك السام and any. I want grapes please. grapes هو العنب. قول I want some grapes يعني بعض من العنب please. Is there any؟ هنا يا any وقتاش نستعملها باش باش نسألو إلا كاينة هذيك الحاجة ولا لا لا. Is there any؟ اسكو كاين بعض من التشيز ولا الفروماج في الفرن. Classify these words in countable and uncountable nouns. نصنف هذو الكلمات التوعي في countable ولا uncountable nouns، يعني في الكلمات التي تحسب ولا الكلمات اللي ما نقدرش ولا الأشياء اللي ما نقدرش نعدهم. So countable nouns كما peer، peer اللي هو الإجاز، نقدر نحسب إجازها اثنتان ثلاثة ألغ countable. water نقدر نحسب water بواحد اثنين ثلاثة، ما نقدروش ألغ liquid. قلت لكم liquids all liquids ما يتحسبوش، يعني كامل السوائل ما نحسبوهمش. potato نقدروا نحسبو بالحبة تاع البطاطا وكامل الوغ نكتبو countable. salt اللي هو الملح والسكر والروز وهذو الحوايج كامل ما يتحسبوش الوغ uncountable. we go now to activity number 4. I classify these words in the right box. عندي basket، عندي is final s. وش راح نديرو؟ راح نصنفو هذه الكلمات تاعنا. عندي baskets، mothers، tomatoes، oranges. اللي حاب يعني اللي ما عنده مشكل في هذا الدرس وما وش فهمو، عندكم لهنا هذا الدرس راني دايرت لكم في القناة اللي راهو يفوت قدامكم، رايحين يعني تستفادوا منه بزاف بزاف، وماكمش راح ان شاء الله تزيدوا تغلطوا في هذو الكلمات. سو حنا وش نديرو؟ حنايا اول حاجة نشوفو ليها هي اخر حرف قبل الاس. So we continue. We have قلنا دائما نشوفوا الاخر حرف بالاس. هنا مثلا اخر حرف هو تي، كيكون عندنا اخر حرف هو تي كامل قلت لكم تسيبوه في هذا الدرس لهنايا. هنا واش ديروا؟ تحطوه في سو.
باسكتس باسكتس. وعلاه باسكو اخر حرف قبل الاس هو تي. ماذرز ماذرز هنا ار. ار من بين الحروف اللي نستعملوها في ولا نصنفوها في الز. توماتوز عندي فاول، فاول هنا هو او. قلنا الفاولز كيف كيف، فاولز من بين الحروف اللي ما نقدروش ولا اللي نصنفوهم في ز ساوند. اورانج دي اي، هذه جي اي كما كيج كما اورانج كما لانجويج، هذو كامل جي اي نصنفوها في الايز. والايز عندها حروف كما مثلا سي اتش، كما مثلا اس اتش، ماتشز، واشز، اتسيترا. هكا تكون الاجابه تاعنا باسكت، ماذرز توماتوز، اند اورانجز. نروحوا للسيتويشن اوف انتجريشن تاعنا. عندنا هنا كلمات، هذوك الكلمات رايحين نصنفوهم، رايحين نحطوهم اي فيل ان ذا جابس، يعني رايحين نحطوهم في الفراغات هذو باش واش يمدوا لنا، باش يكملوا لنا الدايلوج تاعنا ولا الكونفرسيشن تاعنا. سواء عندنا هاو ماتش اللي هي كم، مرات تكون هي كم السعر ولا شحال الثمن، ومرات تكون يعني نستعملوها باش نسقسوا على حاجه انكاونتبل، يعني اللي حاجه اللي ما نحسبوهاش، كيما شوغر فور اكزامبل، كيما السكر نقولوا هاو ماتش شوغر دو يو وونت، يعني شحال السكر تحتاج، هاو ماتش سولت دو يو وونت، شحال الملح تحتاج، هاو ماتش فور اكزامبل اويل دو يو وونت، يعني شحال تحتاج زيت، الحوايج اللي ما ينحسبوش. هاو ماني هنا للحاجات اللي تتحسب، كيما مثلا بوتيتوز البطاطا، اورانجز البرتقال، اتسيترا. هيلب هي المساعده، اني هي اي، ما هي الحاجه اللي تحتاجها، سام هي بعض، دينارز هو دينار الجزائري. سام شوب اسيستنت ولا شوب كيبر، يعني هو صاحب المحل اللي يبيع البائع. جود مورنين احمد، جود مورنين شوب اسيستنت، Can I help you؟ يعني نقدر نساعدك. Help هو المساعدة. أحمد Yes please I'd like some eggs، يعني أحتاج بعض البيض. علاش درنا some؟ باسكو هنا يعني حاجة اللي تتحسب، وعندنا as هنا ألوغ البيض نقدروا نحسبوه. Shop assistant how many، علاش كتبت، علاش راح نستعمل how many، علاش ما نستعملش how much eggs، يعني كم بيض تحتاج. راح نحتاج، راح نكتب هاو ميني ولا راح نسال بهاو ميني، باسكو عندي البيض، البيض هو اللي تحسب، نقولوا حبه بيض، اثنتان، ثلاثه، اربعه، اتسيترا. شوف اسيستنت اور احمد سوري 10 eggs، يعني 10 حبات من البيض. بليز از ذير اني اويل، اسكو كاين يعني الزيت. شوف اسيستنت يس سير، نقدروا نقولوا انه How much do you need؟ علاش استعملنا how much؟ علاش قلت له كم الزيت تحتاج؟ لأنه oil هو الزيت، والزيت من liquids، والliquids ما ينتحسبوش. ألو حاجة اللي نسأل عليها، حاجة اللي ما تتحسبش ونسأل عليها، سأل عليها بالسؤال how much. أحمد two liters please، how much is all that؟ قال له شحال كامل هذا جوني. شوف assistant four or 400 دينارز سير، يعني اللي قال له جاوك 40,000 سير. So this is 400 دينار سير. So this is ممكن انه تكون سيتويشن هكذا، ممكن انه سيتويشن ما تكونش هكذا، وتكون عباره على انكم انتوما اللي تمدوا كامل، يعني مثلا هو يسال وانتوما تجيبوا تمدوا الجواب، ممكن ما تكونش في لاين ذا جابس، ممكن انكم يعني تكون سؤال جواب سؤال جواب، مرات انتوما تبدو سؤال مرات انتوما اللي تجاوبوا. سو دائما شوفوا واش قريتوا في القسم، وكذلك شوفوا دائما لازم تكونوا اذكياء، لانه دائما سيتويشن اوف انتجريشن تبع النص، يعني شوفوا دائما النص واش مدلكم الاستاذ تاعك. سو نتمنى انه ان شاء الله تكون فادتكم هذا الفيديو، فاتكم وهذا النموذج فاتكم. حاولت انه نجيب لكم نموذج فيه كامل تقريبا دروس اللي طرقتوا ليهم هكذا، باش يعني تكون عندكم منها حل فرض ومنها مراجعه. نقول لكم انه ربي يوفقكم ان شاء الله، good luck for all of you، نتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح. وكذلك اذا عندكم اي استفسار ولا اي يعني تساؤل خلوه لي في الكومنتس. اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش اللايك، وما تنساوش
الاشتراك في القناة إذا مازال ما اشتركتوش، وإذا عندكم أي اقتراحات أي استفسارات أي دروس حابة نديرهم لكم أي نماذج أخرى فخلوني في الكومنتس. don't hesitate يعني ما تهزيتوش ما تردوش، خلوني دائما كومنتس تواكم الحلوين لأنه هما اللي يشجعوني باش يعني نواصل ون دائما نجيب لكم ما هو مفيد. so نكملوا لهنا الاجابات تاعنا باش نوريهم لكم مره واحده ومن بعد نكملوا الفيديو تاعنا. so can I help you? I'd like some eggs. how many eggs do you want? is there any oil? how much do you need? and dinners. هكا تكون الاجابه تاعنا. so this is our video my dear pupils. نتمنى ان شاء الله انكم استفدتوا. see you in the next video. goodbye.